السلام عليكم. طالبات الصوت واضح؟ أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم في لقاء تحت عنوان أساسيات إعداد الملصق العلمي، تقدمه الدكتورة نادية الدلالي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجامعة. طبعا هذه الورشة تم تقديمها مسبقا في معسكر البحث العلمي لفئة قليلة، ومن كثر روعة وترتيب وتكامل هذه الورشة ما شاء الله، طلبنا من دكتورة نادية أنها تقدمها للطالبات مرة أخرى، فما لقينا منها إلا سرعة الاستجابة والحماس لإفادة عدد أكبر من الطالبات. فشكراً لك دكتورة على تلبية هذه الدعوة، وأهلاً وسهلاً فيكم يا طالبات، نتمنى لكم الاستفادة من لقاء اليوم. تفضلي دكتورة. العفو أستاذة زينب، شكرا جزيلا صراحة دعوتي لتقديم هذه الورشة. طبعا خلوني أرحب فيكم جميعا في هذه الورشة ضمن الأنشطة اللي تقدمها نادي سيجما بإشراف أستاذة زينب، واللي أشكرها مرة ثانية لدعوتي لتقديم هذه الورشة بعنوان أساسيات إعداد الملصق العلمي. طبعاً أرحب فيكم جميعاً سواء المنضمين لنا من تبع اللي هي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أو حسب ما تم تعميم الرابط من جامعات أخرى. أرحب فيكم جميعاً في هذه الورشة اللي راح نستعرض فيها مهارة إعداد وعرض الملصق العلمي. طبعاً هذه المهارة يحتاجها كل منتسب للتعليم العالي، سواء كانوا من طلبة اللي هو الأندر جرادويت اللي هو البكالوريوس، أو دراسات عليا، أو أعضاء هيئة التدريس، لأنها تعتبر أحد أنواع اللي هي التواصل مع الجمهور وطريقة لعرض الأفكار والمشاريع. طبعاً قبل ما نستفيض في هذه الورشة، حابة أسوي وياكم هذا النشاط، جست اللي هو عصف ذهني، نشوف مدى اللي هي توقعاتكم لهذه الورشة. طبعا راح تدخلون على slido.com، تدخلون الكود هذا. اوكي، خل بس اسوي له شير. ما أدري واضح لكم ولا؟ تدخلون الكود اللي هو 025557، مجرد الدخول على slido.com، بس مجرد ندخل الكود. هي فقط استفتاء عن توقعاتكم لهذه الورشة، كذا ثلاث أسئلة. طيب هذا السؤال الأول، هل لديك فكرة مسبقة عن ماهية الملصق العلمي؟ طبعا النسبة قاعدة تتغير، النصف طبعا لديهم والنصف الثاني لا. طيب اللي بعده، هل سبق وأعددتي ملصقا علميا أو غير علمي؟
أوكي جميل، يعني تقريبا النصف خاضوا التجربة هذه من قبل. طيب السؤال الأخير، ما هي أهمية الملصق برأيك؟ طبعا هذا المجال مفتوح open text، ممكن توجزون بكلمة. أوكي استل تفكرون، لسه ما شفنا. أوكي بحث مختصر، تلخيص لأهم الأفكار، ممتاز. تلخيص، تواصل مع الجمهور بشكل مختصر، تسهيل توضيح معلومة، شامل. Right. مهم جدا، يعني ما شاء الله كلكم تحومون حول اللي هو فعلا التعريف اللي هو المعتمد للملصق العلمي. اوكي ممتاز، يعني راح نبدا بدايه جيده، يعني عندكم باك جراوند عن الملصق العلمي. نبدا الان نستعرض اللي هي اهم المحاور اللي راح نتطرق لها ان شاء الله في هذه الورشه. راح نتعرف على ما هو الملصق، انواع الملصقات واستخداماتها، معايير تحكيم او تقييم الملصق العلمي. راح نستعرض ايضا نصائح قبل البدء في تحضير واعداد الملصق العلمي، وكيفيه راح نستفيد فيها هذه بشكل مفصل، تصميم الملصقات العلميه اللي هي تعتبر لب هذه الورشه، وايضا راح نتطرق لاساليب عرض الملصق العلمي، واخيرا نصائح لتقديم الملصق العلمي بشكل جيد. اولا طبعا ما هو الملصق؟ حسب ما اغلب الاجابات اللي في الاستفتاء، هي عبارة عن ورقة مطبوعة مصممة لغرض معين. طبعا بما انها ورقة فاكيد يمكن الصاقها على الحائط، بيكون الهدف منها ايش الهدف طيب من هذه الورقة؟ ان يستنبط القارئ معلومات عن محتوى الملصق بشكل سريع. طيب بما انها بشكل سريع يعني اكيد راح تكون موجزة ومختصرة. بناء على هالتعريف طبعا راح يشترك الملصق في ماهيته والهدف منه مع الانفوغرافيك، ولكن الملصق العلمي يعتبر نوع من انواع عرض الافكار او المشاريع او مشكله في ورقه واحده بشكل مختصر واضح ومباشر للجمهور. طيب ايش فرقه اذا عن الانفوغرافيك؟ الانفوغرافيك يستخدم في الصحف والمجلات للتعبير عن بعض الاحصائيات والمواضيع العامه بشكل مرئي من باب التسهيل على القارئ. هذا هو الفرق بين الملصق والإنفوغرافيك. طبعا الملصقات كفكرة تم استخدامها يعني من قديم الزمان، من مقضي يعني تقريبا قبل 200 عام، وتحديدا في الحرب العالمية الثانية. طيب إيش الهدف كان استخدامها؟ هذا أساس بداية فكرة الملصقات. كان الهدف من استخدامها في الحرب العالمية الثانية كان من أجل التنديد بالحرب أو لدعم بعض الحملات الانتخابية، ولكن مع مرور الوقت تطور استخدامها وتنوعت الأهداف اللي تصمم من أجلها، ولكن يبقى الهدف الأساسي منها واحد اللي هو شو؟ إن احنا نوصل فكرة معينة بشكل جذاب وملفت. طبعاً مثل ما قلنا تنوعت استخدامها، فأصبحت لدينا أنواع للملصقات على حسب الهدف اللي تستخدم منه. طبعاً في النهاية جميع أنواع الملصقات لا تخضع للشروط ومعايير لتصميمها، بعكس اللي راح بعدين ناخذها in details اللي هو or in deep اللي هي الملصقات العلمية والأكاديمية. يعني كل هاللي راح أستعرضها الآن لأنواع الملصقات ما تخضع للشروط ولا معايير، بعكس اللي هي الملصق العلمي والأكاديمي. طيب ليه لا تخضع للشروط ومعايير؟ لأن الهدف منها الإعلان عن شيء وخطف أنظار الجمهور. نبدأ بأول نوع من أنواع الملصقات اللي هي الملصقات السياسية. طبعا الملصقات السياسية الهدف منها التسويق لفكرة معينة أو لمبدأ معين أو لمرشح
معين حسب ما أنتم شايفين. طبعاً أحياناً التسويق لفكرة معينة، مثلاً التعبير عن الغضب ضد فكرة أو حدث معين، مثل ما أنتم شايفين هنا ملصق سياسي هدفه اللي هو التنديد للحرب ضد العراق، say no to اللي هو war against Iraq. أوكي، هذا ملصق. الملصق الثاني نفس الشيء، هذا يعتبر ملصق سياسي، الهدف منه الترويج لأحد المرشحين لبعض الحملات الوطنية، يعني اللي يرشحون نفسهم للسياسيين. طيب النوع الثاني اللي هو الملصقات اللي هي الإعلانية والدعائية. طبعا الملصقات الدعائية والإعلانية من اسمها الهدف منها يكون لفت انتباه الزبائن. طبعا لفت انتباه الزبائن إما لحدث معين أو الجمهور لحدث معين، مثل عندنا هنا ملصق دعائي ضد فكرة اللي هو شو عمالة الأطفال، استخدام الأطفال في يعني في الأعمال اللي تكون مأجورة لدفع الأجرة. فمسوين شوف هنا اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال باعتبار أن عدم استغلال طفولة الأطفال وتشغيلهم بسن مبكر. أو مثلاً يكون لفت انتباه الزبائن لمنتج جديد، مثل عندنا هنا ملصق مستخدمة ستاربكس تروج لمشروب جديد، أو مثلاً لتنظيم رحلات. أو فيكون الهدف من اللي هي الدعائية والإعلانية اللي هو جذب الكاستمرز واللفت انتباههم. فهذه تصنف ضمن الملصقات الإعلانية والدعائية. دكتورة إيوة معليش هالمقاطعة، بس هي يعني مسجلة وراح تنزل ولا لا؟ لأن الشبكة عندي مو تمام. هي مسجلة وراح تنزل ضمن اللي هي نادي سيجما طبعا في تويتر، تقدرون تسوون له فولو. تمام، شكرا. اوكي، العفو. طيب النوع الثالث اللي طبعا اخذنا الملصقات السياسية، الملصقات الإعلانية والدعائية، الملصقات التعليمية. طبعا الملصقات التعليمية من اسمها يكون لأغراض تعليمية، لذلك بما أنها لأغراض تعليمية أكيد راح يطغى عليها البساطة، الوضوح، قلة استخدام الألوان، والتوازن بين النصوص والصور، يعني بعكس اللي تم تطرق لها قبل اللي هي السياسية والإعلانية والدعائية، لأن هذه تعليمية، فيكون الهدف منها الرئيسي هو التلخيص. طبعا الملصقات التعليمية تنقسم إلى غير علمية. الغير علمية تكون اللي هي داخل الفصول، طبعا تستخدم داخل الفصول، يكون الهدف منها مثل ما قلنا التبسيط والتلخيص، وعادة تستخدم في مادة معينة أو مشروع أو درس. أوكي، فدائما نشوفها يعني هذه الملصقات التعليمية الغير علمية موجودة في الكلاسات اللي هي التعليم العام، أو نقول يعني ممكن يستخدمونها اللي هو السنة التحضيرية في الجامعات. طبعا هذه النوع من الملصقات التعليمية الغير علمية تكون يعني مفروضة في اللي هو النظام التدريسي في مثال يعني في بريطانيا، غالبا يطلبون من pupils انه يعني ك requirements for اللي هو الكورسات حقتهم انه يعدون وشو ملصق علمي كملخص لبعض اللي هي المواضيع اللي يدرسونها في الكورس. وهذه تستخدم طبعا انها تلصق في الحائط within الكلاس ضمن الفصل التعليمي. طبعا هنا مثال اللي هو على ملصق تعليمي غير علمي طبعا اللي يستخدم في التعليم العام، اللي هنا طبعا حسب ما تشوفون تلخيص لدرس اللي هو شو إنا وأخواتها. طيب نجي للي هي النوع الثاني من الملصقات التعليمية اللي هو العلمية واللي هو الأكاديمية. طبعا هالنوع يختلف عن اللي هو الملصقات التعليمية الغير علمية في ان الأول يعرض ويلخص معلومة فقط او درس، اوكي، في حين ان الثاني اللي هو العلمية الملصقات العلمية والأكاديمية تشارك الجمهور فكرة معينة او مشكلة بهدف تبادل الآراء والخبرات والاستفادة العلمية أو فتح مجال للنقاش أو التسويق للحصول على دعم مادي.
بعكس اللي هي الملصقات التعليمية اللي مثل ما مساء اللي شرحناها اللي هي الغير علمية، هدفها فقط تلخيص وتكون موجودة تعرض للحائط، يكون الهدف منها التبسيط والتلخيص، في حين أن الأكاديمية تكون لا يعني بابها أوسع، تعد أو تصمم مثل ما قلنا تشارك الجمهور فكرة معينة بهدف تبادل الآراء والخبرات والاستفادة العلمية وفتح مجال للنقاش، أو أحياناً التسويق لهذه الفكرة اللي معروضة في هذا الملصق لهدف الحصول على دعم مادي مثلاً أو تمويل لهذا المشروع أو لهذا البحث. طبعاً أول خطوة من خطوات الإعداد للملصق العلمي خاصة في حين المشاركة في مؤتمر أو في معرض علمي، يعني يكون الهدف من الملصق العلمي مش فقط مثلاً يكون requirement for course مثلاً طالبه مثلاً أستاذ لمقرر، لا يكون الهدف منه أكبر، أن أنا هذا الملصق العلمي أبقى أشارك فيه في مؤتمر أو في مثلاً في معرض علمي. فتكون أول خطوة من خطوات الإعداد للملصق العلمي هو تقديم ملخص بحثي اللي بنسميه abstract. طبعاً هذا الـ abstract يشترك كـ first step في حال لو كنا بنشارك مثلاً في مؤتمر لملصق علمي أو لعرض مرئي، عادةً هذه الخطوة تشترك فيها سواء كنت بشارك في ملصق علمي أو في اللي هو عرض مرئي، فتكون الخطوة الأولى هي تقديم abstract. طبعاً هذا الملخص يقدم بشكل موجز شامل مختصر، أوكي؟ يكون طبعاً هذا الملخص في ضمن عدد كلمات محددة لا تتجاوز من 250 إلى 300 كلمة. يقدم هذا الملخص اللي هي الجهة المنظمة لهذا المؤتمر أو لهذا المعرض، يكون الهدف منه اللي هو تقديم فكرة عامة وإعطاء لمحة عامة عن الدراسة اللي أبغى أشارك فيها في هذا المؤتمر. طبعاً هذا الملخص يعطي فرصة للقارئ أو لجنة التحكيم لهذا المؤتمر أو لهذا المعرض عن معرفة ما إذا كان هذا البحث اللي أنا ناوي أقدمه، أوكي؟ سواء كان بقدمه كملصق علمي أو كعرض مرئي أو اللي نسميه ممكن oral presentation أو اللي نسميه اللي هو talk، أوكي؟ يعطي فرصة أو موجز للجنة التحكيم مثل ما قلنا لمعرفة هل هذا اللي ناوي أقدمه يصب أو يخدم توجه أو مواضيع المؤتمر، لأن غالباً المؤتمرات يكون لها ثيم معين أو concept معين، أوكي؟ فأنا لما أقدم لهم هذا الملخص فأنا أعطي مجال للجنة التحكيم بشكل موجز بشكل مختصر إنهم يقررون هل هذا راح يخدم المؤتمر اللي ذو المين توبكس اللي محددينه ولا لا. فهذا الملخص في معايير تأخذ بالاعتبار إذا جيت أكتب هذا الابستراكت أو هذا الملخص. إيش هي المعايير اللي المفروض إني يعني الملخص اللي راح أقدمه إنه يتضمن هذا الابستراكت؟ طبعا المعايير هي أول شيء مثل ما أنتم شايفين العنوان. طبعا مهم من العنوان هل إني أختار عنوان للملخص حقي، أوكي، يكون يعني يتوافق مع الموضوع المؤتمر اللي أنا راح أشارك فيه. هل هذا العنوان ذا صلة بالموضوع الرئيسي للمؤتمر ولا لا؟ فمهم إن أنا أختار عنوان لهذا الملخص يكون يعني عنوان جذاب، هذا العنوان الجذاب يجذب جهة التحكيم أو القائمين على هذا المؤتمر ويكون ذو صلة بالموضوع الرئيسي للمؤتمر. الحاجة الثانية اللي هي وشي اللي هي الـ structure and textual features اللي هو الهيكل والنص للملخص اللي أنا راح أقدمه. هل الملخص منظم بشكل جيد، مكتوب بلغة واضحة ومفهومة؟ طبعاً مهم إنه يكتب بطريقة منظمة بطريقة علمية، ونفس الشيء تقدم هذه الضمن اللي هي المواضيع اللي محددها المؤتمر.
طبعا لما يوصل هذا الهيكل او النص للجهه المنظمه للمؤتمر هي تحدد هل التعديلات اللي يحتاجها هذا النص او هذا الابستراكت يحتاج تعديلات طفيفه، يعني ممكن انه يرجع يرجعونه للمشارك يقول يحتاج تعديلات طفيفه هو مقبول بس ممكن تسوون عليه بعض التعديلات، او لا ممكن للاسف يرفض لانه يحتاج تعديلات كبيره جدا. ايضا من ضمن المعايير اللي المفروض ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقديم الملخص اللي هي الابستراكت تايب او فئه او نوع الملخص، هل هو ثيوريتيكال ابستراكت يعني اللي هو الملخصات اللي تقدم ضمن اللي هو الدراسات النظريه مثل عندنا الدراسات الاجتماعيه او الدراسات الادبيه، أو ضمن اللي هو research abstract اللي هو اللي إنه يعني هذا الابستراكت لا مبني على اللي هو practical research or practical study، يعني في تجربة في استبيانات يتبعها طبعا نتائج وتحليل النتائج، فهذه كلها يحددها اللي هو the type the abstract type. ايضا اللي هي جده الدراسه اللي هي النوفاليتي، هل هي الدراسه يعني تقدم معلومه جديده او مبتكره للمؤتمر ولا لا، موضوع مستهلك وسبق كثيرين تطرقوا له. ايضا من ضمنها اللي هو الكواليتي جوده الدراسه اللي هي طبعا الملخص هذا يساعد انه مهم انه يساعد ابراز اللي هي جودة الدراسة اللي هل هي يعني الكواليتي حقتها كويسة ولا لا ركيكة هذه الدراسة. أيضا اللي هي advancement of the field هو مدى الأثر والتقدم في المجال، هل هذه بيطور بيزيد في المعرفة اللي هو في مجال التخصص ولا لا، يعني مثل ما قلنا موضوع يعني ما في إضافة، ما في إضافة للمعرفة، ما في إضافة للعلم، ما يضيف تطور للعلم. وآخر شيء هو الريليفنس، هل هذا مثل ما قلنا يخدم المؤتمر، له صلة بمواضيع المؤتمر ولا لا، يعني مثلا أنا ما أقدر مثلا المؤتمر الثيم حقه أو المين توبكس حقه مثلا البريست كانسر وأجي أنا مثلا أقدم أبستراكت يتكلم مثلا عن مثلا الرينوبل إنيرجي، يعني ابدا ما له صله، ما له relevant to اللي هو الـ conference topics. طبعا قلنا هذا الابستراكت هو نفسه يعني نفس المعايير اللي او يكتب بطريقه او تعتبر اللي هو first step، سواء كنت انا بقدم لهذا المؤتمر لملصق علمي او لتوك او oral presentation كعرض مرئي، هم اساسا بعدين اذا تم قبول هذا الملخص كتب بطريقه جيده والله ونال اعجاب اللي هو المحكمين او القائمين على هذا المؤتمر راح يتواصلون معك، يعني راح بعد ما يتم قبوله ويتم اللي هو السؤال المشارك هل راح تقدمه as a poster or as a oral presentation، راح تقدمه في المؤتمر كملصق علمي أو كعرض مرئي يعني كpresentation يعني يكون في حضور ومثل ما هو موضح في الصورة. بس كخطوة أولى نفس الشيء، يعني سواء كان بتقدم كملصق علمي أو كعرض مرئي. طيب من أجل البدء طبعاً لإعداد الملصق العلمي من المهم التعرف قبل ذلك على معايير تحكيم جودة الملصق العلمي. أنا إذا عرفت المعايير اللي غالباً المؤتمرات أو لجنة التحكيم اللي تنتهجها لتحكيم أو لتحديد مدى جودة هذا الملصق العلمي، فمعناته أنا just what I need just to follow this اللي هو الكريتيريا، وساعتها راح إن شاء الله أعد ملصق علمي ذو جودة عالية. طبعاً إيش هي هذه اللي هي المعايير لتحكيم جودة اللي غالباً اللي هو لجنة التحكيم تنتهجها
اللي هي في تحكيم جودة أي ملصق علمي، اللي هو أول شيء Visual Display and Organization اللي هو تنظيم وإعداد الملصق العلمي، الكونتنت طبعاً اللي هو المحتوى العلمي، مو شرط أنا يعني أعد أو أصمم ملصق علمي جميل وجيد ويجذب الأنظار في حين المحتوى العلمي له ركيك أو مكتوب بطريقة غير علمية أو مثلاً في أخطاء لغوية أو كذا. فمهم هذه العناصر تتكامل كلها أو المعايير تتكامل كلها مع بعض. أيضاً المعيار الثالث والمهم أيضاً اللي هو demonstrator of the presenter، طبعاً اللي هي شخصية أو طريقة اللي هي عرض هذا البوستر أو هذا الملصق العلمي من قبل اللي هو الباحث نفسه. فكل هذه الثلاث معايير كلها يعني مهمة في أو تعتبر في تحكيم جودة الملصق العلمي. طبعاً قبل ما نبدأ في اللي هي التطرق لهذه المعايير يعني استعراضها in details، راح نبدأ بنصائح قبل البدء في إعداد وتحضير الملصق العلمي. طبعاً أهم النصائح: قبول ملخص الملصق لا يعني نجاح ملصقك العلمي. ممكن أنا أقدم يعني abstract قوي جداً وينال على إعجاب اللي هو لجنة التحكيم ومكتوب بطريقة جيدة، بس أنا ما يعني خلاص أركن إن الأبستراكت حقي قوي ومكتوب بطريقة جيدة وعلمي وتم قبوله ونال على إعجاب المحكمين وخلاص قالوا لي you are welcome to present your مثلاً poster or your oral presentation، بس وبعدين خلاص يعني أتهاون وما أعد ملصق علمي يعني كديزاين أعد بشكل جيد. فقبول الملخص الملصق لا يعني نجاح الملصق بحد ذاته، هذا أول نقطة. الشيء الثاني: الملصق يعكس شخصية وهوية المعدلة، وهذا الشيء طبيعي، يعني كل شيء تابع للإنسان أو يقوم بإعداده الإنسان أكيد يعكس في النهاية شخصية المعدلة. طبعاً هذا داخل في كل شيء، في طبعاً اختياراتنا في الحياة، سواء كان الملابس، حتى اختيارات من نوعية الغذاء، حتى في الدراسة، يعني تنسيقك لمثلا أيام المدرسة، تنسيقك يعني ملزمتك أو مثلا الدفترك اللي بتقدمينه للأستاذة يعكس شخصية المعد. نفس الشيء الملصق العلمي في النهاية هو يعكس شخصية وهوية المعدلة. أيضاً من النصائح: البدء بالإعداد الملصق مبكراً، يعني مهم الإعداد له مبكراً علشان يعني يعد بشكل جيد، وما تؤجل هذه الخطوة إلى مثلاً قبل اللي هو عرض الملصق بيوم أو قبله بيوم أو يعني بوقت ضيق جداً. أيضاً فكر في الفكرة الرئيسية التي تسعى لإيصالها. طبعاً مهم طبعاً قبل ما أعد الملصق العلمي وأبدأ بتصميمه والإعداد له إني أفكر أنا إيش راح أكتب في هذا الملصق، إيش الفكرة اللي راح أقدمها. طبعاً فكر في الملصق العلمي كفكرة بدء محادثة مع أشخاص بهدف جذبهم، يعني كأني أسوي عصف ذهني preparation كيف أنا راح أعده، لأن هذا جداً راح يسهل علي إني أنا أفكر في الفكرة الرئيسية قبل ما أمسك مثلاً البروغرام مثل وأبدأ أصمم الملصق. طبعاً هنا مثل ما قلت إن نفكر في الملصق كفكرة، كأني أنا يعني الحين أنا عندي جمهور وأبدأ أبقى أجذبهم لي، فيعني كأني فكري في فكرة في الملصق كبدء محادثة مع أشخاص بهدف جذبهم. طبعاً أنا أهدف أني أجذبهم، يعني كأني قاعدة أسوق لفكرتي، فمهم أن أنا أسوق لفكرتي بأقل وقت ممكن. عشان كذا إحنا نقول مهم التفكير في الفكرة الرئيسية قبل البدء في إعداد هذا الملصق العلمي. طبعاً
علشان أجذب الجمهور أو الأشخاص المستهدفين، فأكيد لازم أعرف مين الفئة المستهدفة هذه اللي أنا أبغى أجذبها، علشان إذا عرفت الفئة المستهدفة فراح أعرف المدخل اللي راح أدخل لهم فيه. حدد محاور الملصق لإنشاء مسودة، كل هذه تصب في نفس الفكرة. أنا إذا حددت محاور الملصق وحددت الفكرة وحددت الفئة المستهدفة، هذا بيسهل لي إني أبدأ أعد الملصق العلمي بشكل ميسر. مهما كانت أهمية المحتوى فأكيد الاختصار أهم، لأن أساساً تعريف الملصق والهدف من الملصق العلمي هو إنه يقدم لي فكرة بشكل مختصر. أنا ما أقدر أحط كل المعلومات، أنا صحيح عندي بحث وبحثي كل عناصره مهمة والشغل اللي قاعدة أسويه كله مهم، بس ما أقدر يعني أنا أحط كل الشغل اللي أنا قاعدة أشتغله أو كل الأفكار اللي تدور في بالي أو كل الستادي اللي قاعدة أشتغل عليها أحطها كلها في الملصق، لأن كذا انتفى اللي هو الهدف الأساسي من الملصق اللي هو اختصار لفكرة معينة. أخيراً، إعطاء تخطيط الملصق وتنسيقه أهمية بالغة وضرورة الالتزام بالمخطط المعياري للملصق. يعني مثل ما قلنا في النصيحة الأولى، إن مو شرط إن أنا دراستي أو الريسيرش اللي قاعد أشتغل عليها مرة قوية ومرة مطلوبة في سوق العمل وجداً يعني مهمة كبحث أو تضيف للمعرفة وللعلم، لا، مهم أيضاً إن أنا أعطي تخطيط الملصق والإعداد له والديزاين للملصق هذه أهمية بالغة، لأن هذه كأنها هي الصورة اللي راح أقدمها أنا للجمهور. الجمهور ما يدري أنا قاعد إيش قاعد أشتغل أو شنو هو موضوعي، فقط لجنة التحكيم اللي وصلهم الأبستراكت. بعدين باقي جمهور من ممكن يعني من شتى بقاع الأرض يحضرون هذا المؤتمر ويتفرجون على هذا الملصق، فمهم نعطي ونخطط لهذا الملصق ونعطيه أهمية وننسقه بشكل جيد. وضرورة الالتزام بالمخطط المعياري للملصق اللي غالباً طبعاً بعض المؤتمرات طبعاً تحدد إيش هو المخطط المعياري اللي الخاص فيهم. طبعاً عشان كذا أنا طبعاً المشترك لما يقبل الملخص اللي هو الأبستراكت اللي قدمه للمؤتمر أو للمعرض العلمي، إنه يطلع على وش شروط هذا المؤتمر أو هذا المعرض العلمي اللي يبغون اللي هو المشتركين أو المشاركين في الملصق العلمي، اللي هي الأساسيات اللي يصممون واللي ينسقون فيها الملصق العلمي. طبعاً بعض المؤتمرات يتركون هذا يعني اختياري للمشارك، في بعض المؤتمرات لا، تحط أسس إن لا نبغى مثلاً يكون طولي أو عرضي، بعدين نتطرق لها إن شاء الله. طبعاً لتصميم الملصقات العلمية في قواعد مهمة جداً لتصميم الملصق العلمي. طبعاً هذه القواعد تتضمن أشكال الملصقات العلمية وأحجامها، أهمية تواجد الصور والرسوم البيانية والجداول في أي ملصق علمي. مهم أيضاً من القواعد تصميم ملصق علمي التوازن ما بين النص والصور والجداول. وأخيراً تطبيق عناصر الملصق العلمي الأساسية. طبعاً كل هذه القواعد لتصميم الملصق العلمي راح نتطرق لكل واحد منها بالتفصيل. نجي أول حاجة لتصميم لأشكال تصميم الملصقات العلمية اللي هي أشكالها وأحجامها. طبعاً مخطط الملصق العلمي قد يكون يخطط بشكل طولي أو قد يخطط بشكل عرضي. طبعاً سواء كان طولي أو عرضي، معروف أن الملصقات العلمية تصمم بطريقة اللي هي الكولومز الأعمدة، أوكي، سواء كانت طولية أو عرضية. طبعاً هذا مثال على مخطط مصمم بشكل طولي. شوفي لاحظي هنا فقط يعني كتبت الكونتنت حق هذا الملصق، المحتوى كتب بشكل أعمدة،
طبعا هنا فقط متضمن عمودين. طبعا عدد الأعمدة هذا يعتمد على المحتوى، طبعا إذا كان محتوى كثير أكيد راح أحتاج أعمدة أكثر من لو كان محتوى أقل. طبعا هنا في هذا الملصق فقط احتاجوا عمودين. هنا مخطط، مثال على مخطط عرضي، يعني مخطط بالشكل بالعرض، وشوفي هنا مستخدمين 4 أعمدة. طبعا سواء كان المخطط الملصق العلمي طولي او عرضي بيكون ضمن هذه الاحجام، اما بيكون بحجم A0 طبعا وهذه تكون ابعاده، او A1 او A2 او A3. طبعا مهم اذا مثل ما قلنا مجرد قبول الابستراكت ضمن انه المؤتمر او ضمن هذا المعرض العلمي، ادخل اشيك اشوف ايش المواصفات اللي يبغونها في اللي هي المخطط الملصق العلمي، وايش الحجم المطلوب، هل يبغون طولي ولا عرضي، وايش لو كان طبعا طولي ايش الحجم، عرضي ايش الحجم. في حال ما تم تحديد هذه التفاصيل معناته الامر متروك للمشارك انه يختار المخطط اللي يبغاه والحجم اللي يبغاه. نجي لأهمية وجود الصور والجداول والرسوم البيانية. طبعاً معروف أن الصور والجداول والرسوم البيانية تغني عن الكلام الطويل المكتوب. طبعاً أكيد وجودها تجعل الملصق أسهل للفهم. أكيد طبعاً الصور تجذب انتباه الجمهور، معروف أن أغلب الناس بطبيعتهم بصريين بمعنى أن يعني تجذبهم الصور أكثر من الكلام. وطبعا بما ان احنا نعيش في عصر السرعه وعصر انتشار اللي هو السوشيال ميديا، صار الان الكلام مختصر، يعني ما حد صار له خلق يقرا كلام طويل، فما بالكم يعني لو مثلا كان الملصق كله كلام مكتوب، فأكيد عادة ما يمل الناس من قراءة الكلام الطويل. فأكيد وجود الصور والجداول يعني يحبب الجمهور أو الناس يعني أو المهتمين أو المختصين لهذا الملصق. طبعاً نفس الشيء وجود الصور والجداول والرسوم البيانية تجعل ترتيب الملصق العلمي أكثر احترافية. هنا مثال على طبعا معروف ان لما مثلا اقدم practical study او research study ان هذه الخطوات اللي ضروري نتبعها في اللي هو practical study اللي هو الدراسه اللي تكون مبنيه على اللي هي على يعني تجارب او معامل. طبعا تبدا بresearch problem، اول شيء احدد المشكله، مشكلة اللي تواجه الباحث. طبعا اذا حددت المشكلة اكيد راح احدد بعدها الميثودولوجي، ايش هي اللي هي منهجية البحث لحل هذه المشكلة. بعدها طبعا اكيد راح اصمم لي، راح احصل على نتائج. بعد ما احصل على نتائج هذه راح اسوي analysis for data اللي بسوي لها تحليل لهذه البيانات اللي انا وصلت لها، واخر شيء evaluate the results and data. شوفي هنا أنا اختصرت كل هذه الـ practical study أو research study، تم اختصارها في هذا المخطط. فشايفين كيف أن الصور والجداول والرسوم البيانية أو المخططات التفصيلية يعني تختصر الموضوع وتجعله محبب أكثر وأسهل للفهم للقارئ أو المهتم بهذا الفيلد. نجي للتوازن ما بين النص والصور. طبعا مهم جدا كملصق علمي، احنا طبعا ما نتكلم عن الانفوجرافيك، لان الانفوجرافيك والملصقات الغير علميه طبعا هذه لها قصه ثانيه. نتكلم عن الملصقات العلميه، مهم ان يكون فيها توازن بين النص والصور، ما يبقى النص على الصور ولا تبقى الصحيح. صحيح الصور مهمة ومحببة للناس وتجعل هذا أسهل وجذاب أكثر وأكثر احترافية، بس أيضا مهم أن ما تطغى الصور على النص ولا النص يطغى على الصور. مهم أن يكون بينهم
توازن. طبعاً هذا التوازن هنا طبعاً أمثلة لمخططات لملصقات علمية إن توضح لك كيف أنا أخلي توازن ما بين النص والصور. هنا عندكم أول مثال اللي هو horizontal symmetry، إن يكون ما بين النص والصور يكون في تناظر أفقي مثل ما أنتم شايفين، يعني يتم توزيع النصوص والصور في الملصق العلمي في columns في أعمدة يكون بينهم تناظر أفقي. هنا في المخطط الثاني لما أسوي توازن ما بين النص والصور بحيث يكون تناظر أفقي وعمودي، حيث أنه يكون ترتيب الصور وترتيب النص بهذا الشكل. في المخطط الثالث أنه ممكن أنا أسوي تناظر أو توازن ما بين النص والصور بحيث أنه يكون لا diagonal symmetry، أنه يكون تناظر محوري. شايفين كيف؟ أن تم وضع أو ترتيب الصور بشكل محوري، يعني ما أخذ محور الملصق. أو ممكن يكون اللي هو أنا أسوي توازن ما بين النص والصور بس يكون هذا التوازن ما يكون يعني متناظر، السيمتري غير متناظر، ولكن still أنا محافظة على أنه يعني الحيز اللي تاخذه النصوص يعني متوازن مع الحيز اللي تاخذه الصور. طيب خلصنا من اللي هي أهم اللي هي القواعد لتصميم الملصق، نجي للعناصر الأساسية في الملصق العلمي. طبعا العناصر الأساسية إذا جيت أنا الحين خلاص بصمم الملصق العلمي، أول شيء الحاشيتين العلوية والسفلية اللي نسميهم، يا ريت ما يكون فيه اللي قاعدين طبعا العناصر الأساسية في الملصق العلمي اللي نسميهم الفوتر والهيدر اللي هو الحاشية العلوية والحاشية السفلية. طبعا الحاشية العلوية والسفلية، طبعا بالنسبة للحاشية العلوية طبعا تحتوي على العنوان الرئيسي في الملصق العلمي، تحتوي على أسماء الكتاب والمشاركين في الملصق العلمي، تحتوي على عناوينهم، تحتوي على اللي هي الحاشية العلوية مهم إنها تحتوي على اللوجو حق الأورجانيزيشن أو اللي هي الانستيتيوت اللي تابعين لها الكتاب أو المشاركين في إعداد الملصق العلمي. طبعا من ضمن العناصر الأساسية أيضا اللي هي ملخص الملصق العلمي اللي هو ممكن يكون طبعا راح نتطرق له بعدين، ممكن يكون introduction، ممكن يكون abstract، ممكن يكون overview. ايضا تحتوي على مهم يحتوي العناصر الأساسية في الملصق اللي هو اهداف البحث، تصميم ومنهجية البحث اللي هو الميثودولوجي اللي مساعد تطرقنا لها، الريزلتس او النتائج، المناقشة او الخاتمة، والمراجع. طبعا النقطتين الأخيرتين اللي هو الشكر والتقدير والعرفان، هذه optional يعني عادي ممكن تتضمن من ضمن العناصر الأساسية أو ممكن لا، على حسب في مكان في يعني في عندي حيز أقدر أحطه فيه أضيفة شكر والعرفان، ما في خلاص هذا يعتبر optional. نفس الشيء الروابط، المصادر أو المعلومات الإضافية. طبعا المصادر هنا تفرق عن المراجع، هذه مصادر إضافية. طبعا المراجع هذه واللي هي من الحاشيتان العلوية والسفلية، جميع هذه الأمور إلى المراجع هذه مهم إنه الملصق يتضمنها لأنها تعتبر من العناصر الأساسية في الملصق العلمي. بالنسبة للشكر والتقدير والعرفان، الروابط والمصادر والمعلومات الإضافية لا، هذه optional اختياري، في مكان والله نضمنها ضمن الملصق العلمي حطيناها، ما في مكان يعني ما في مشكلة. نجي للعناصر الأساسية في الملصق العلمي اللي هي العنوان. طبعاً العنوان الرئيسي في الملصق العلمي مهم اختيار عنوان يكون جذاب. طبعاً العنوان الجذاب يعتبر هو أحد العوامل اللي تساعد بجذب أعين القراء، فمهم أن العنوان يكون في أعلى الملصق العلمي
ويكون يعني يكون متوسط الملصق العلمي. مهم أنه يكتب بحجم خط يكون أكبر الخطوط اللي موجودة في هذا الملصق. يعني لما أكتب العنوان راح يكون حجم الخط حق العنوان أكبر خط موجود في الملصق. طبعاً ليه لازم يكون أكبر خط؟ لأن هذا الهدف من العنوان أنه يجذب القراء. فمهم بما أن الهدف منه أنه يجذب القراء أنه مثل ما قلنا يكتب بحجم خط أكبر من جميع الخطوط اللي موجودة في الملصق. ومهم أيضاً قبل ما أني أختار الخط أنه يختار يتم اختيار عنوان مناسب جذاب يعكس محتوى البحث العلمي. فطبعاً من ضمن الأفكار اللي تقدم اللي أني أختار عنوان مناسب وجذاب بحيث أنه يجذب لي أعين القراء، أنه طبعاً من الأفكار اللي هي اختيار الأسلوب السؤال أو الاستفهام. دائماً أسلوب السؤال أو الاستفهام يعني يحفز الجمهور أو يحفز المهتمين أنهم يعرفون الإجابة. طبعاً شوفوا هنا مثال لأحد اللي هي الأبحاث المتعلقة بتعليم اللغة الإنجليزية لأحد المبتعثات. كانت مختارة عنوان ملصقها العلمي اللي هو Implementation of Alternative Assessment in a Pre-Medical Student's English for a Specific Purpose Courses اللي هو كورس. أوكي، طبعا عنوان طويل ممل، ف صار عليه بعض التعديلات. جاتها اقتراحات ان عدلي في هذا العنوان ليصبح افضل واكثر جاذبيه للمختصين او المهتمين او للقراء. من ضمن اللي هي الاقتراحات اللي عشان يكون افضل، مثلا شوفوا هنا Beyond exam alternative assessment in English for specific purpose course. انا اختصرت الكلام الطويل هذا وخليته بكلمات بعبارات جذابة واحترافية أكثر من اللي هو الخيار المطروح الأول. أو عندنا خيار ثاني Beyond exam How far can we go؟ اللي هو قدم بطريقة وشو؟ بطريقة question. Two examples هذول المقترحين اللي هو suggestion اللي هو examples، هذه طبعاً أفضل من اللي هي الصيغة الأولى لأنها قدمت عنوان جذاب مناسب يعكس محتوى البحث العلمي وفي نفس الوقت يكون جذاب للمختصين أو المهتمين. طيب نجي للحاجة الثانية اللي تحتويها اللي هي مثل قلنا اللي هو الهيدر اللي هو الحاشية العلوية، قلنا العنوان الرئيسي أيضاً مهم أنها تحتوي على أسماء الكتاب أو المشاركين في الملصق العلمي اللي هي الأوثرز. طبعاً الأوثرز أو المؤلفين أو المعدين لهذا الملصق العلمي لازم يعني تكتب أسماءهم تحت العنوان الرئيسي مباشرة، توضع أسماء القائمين على البحث. طبعاً توضع أسماءهم طبعاً أكيد بفونت أو خط يكون أصغر من مثل ما قلنا لأن العنوان الرئيسي لازم يكون أكبر الخطوط اللي موجودة في الملصق العلمي. طبعاً تذكر اسم اللي هو المشاركين أو المعدين لهذا البحث ومكان اللي هو الادرس حقهم. طبعا الادرس يكون اكيد مش الادرس اللي هم their homes، لا مش البيوتهم، لا الادرس يقصد فيه الجهه اللي يتبعون لها اللي عاده تكون الجهه اللي مولى هذا البحث او اللي انبثق منه هذا البحث. عاده تكون اللي يتبعون لها مثل الجامعات أو الجهات الداعمة اللي قاعدة تمول لي هذا البحث أو هذا المشروع. طبعاً يحط مثل ما قلنا يوضع عنوان اللي هو مثل عنوان الجامعة اللي تابع لها الطالب أو تابع لها عضو هيئة التدريس، أو يوضع والبريد الإلكتروني. طبعاً البريد الإلكتروني، ليش البريد الإلكتروني؟ علشان هذا البريد الإلكتروني أكيد يساعد على أن المهتمين بالبحث يتواصلون معك لإعطائك بعض المقترحات. مثلاً يعني الحين أنا لما أقدم لي ملصق علمي
في أوقات محددة طبعاً يحددها المؤتمر أو المعرض العلمي، مثلاً ساعة محددة في اليوم إن أنت توقف جنب، لا ضروري توقف جنب البوستر حقك أو الملصق العلمي علشان يعني تجيب على استفسارات المهتمين، أو عشان تكون يعني تقدم ملصقك العلمي. باقي اللي هو الأوقات اللي حقت المؤتمر هذه مو ضروري تكون يكون صاحب الملصق متواجد جنب الملصق العلمي حقه، لأن طبعاً أنت لما أنا أشارك في ملصق علمي في مؤتمر أكيد أنا رايحة عشان أعرض بحثي أو أشارك في ملصق علمي، بس في نفس الوقت أنا حابة أستفيد. أنا ممكن أروح أحضر مثلاً برزنتيشن، أحضر another sessions مثلاً، مو دائماً راح أكون جنب الملصق حقي، بس الأوقات اللي حددها المؤتمر أني أنا أتواجد فيها، اللي هي الأوقات اللي هي عرض الملصقات العلمية، هذه لازم أكون أنا أتواجد فيها. طيب أحياناً يعني بعض اللي يكونون متواجدين في المؤتمر أو المهتمين، أو مثلاً اللي يكونون تبع مثلاً المؤسسات أو مثلاً الجهات الداعمة، أحياناً يتجولون في اللي هو المعرض حق الملصقات هذه، مش في وقت اللي يكونون اللي هم المعدين للملصقات المتواجدين فيها. فإذا كان بريدك الإلكتروني already موجود ومكتوب ضمن اللي هو مع الاسم المعدين، فممكن خلاص مجرد ياخذ البريد الإلكتروني ممكن يتواصل معك حتى لو ما كنت أنت موجود جنب الملصق العلمي. طبعاً يتواصلون معك، ممكن يقدمون مقترحات لتحسين مثلاً البحث، أو ممكن يتواصلون معك والله عجبنا بحثك، إحنا ناويين نقدم دعم، نعطيك مثلاً تمويل لهذا المشروع حتى لو ما كنت موجود جنب الملصق. طبعاً نجي للعناصر الأساسية اللي هي الملخص الملصق العلمي. طبعاً هذا الملخص قد يكون مقدمة أو يعطي فكرة عامة قبل ما أستعرض الملخص، تجي بمسميات، وممكن الأبستراكت أنا أعطي ملخص طبعاً يفرق عن الملخص اللي قدم من البداية، لا هذا مختصر جداً يعني ما يتجاوز يمكن 4-5 سطور، قد يأتي بمسمى أبستراكت ملخص أو باك جراوند. أنا ممكن ما أكتب ملخص للدراسة هذه، ممكن أكتب باك جراوند، إنترودكشن، أوفر فيو، يعني ممكن مقدمة اللي خلتني أبدأ أشتغل على هذا المشروع. أيضاً مهم أن يتضمن الأشياء اللي تكتب اللي هي أهداف البحث أو الغرض من البحث، ليش أنا هذا البحث، إيش الهدف منه، أو ممكن تجيب مسمى مشكلة البحث، إيش هي المشكلة اللي أنا وجدتها وعلى أساسها أنا قاعدة أشتغل في هذا المشروع، أو مثلاً قاعدة أشتغل في المعمل وأسوي تجارب عشان أحل هذه المشكلة، أو ممكن في اللي هي theoretical research or theoretical study تجيب مسمى أسئلة البحث. أنا أحط لي مجموعة أسئلة ويكون الهدف من هذا البحث أني أنا أجيب على هذه الأسئلة. غالباً هذه أسئلة البحث تكون ضمن اللي هي طبعاً مثل ما قلنا اللي هي التخصصات النظرية، اللي هي مثلاً التخصصات الاجتماعية، التخصصات اللي theoretical. طبعاً المسميات لها بالإنجليزي ممكن تجي aims and objectives, research problem, research purpose or research questions. طبعاً نجي لتصميم أو منهجية البحث العلمي اللي سميناها اللي هو اللي تسمى الميثودولوجي، اللي هي منهجية البحث. إيش المنهجية اللي أنا منتهجتها علشان في بحثي هذا أو في مشروعي، أو عشان أجيب على اللي هي أسئلة البحث، أو عشان أحل مشكلة البحث. طبعاً المنهجية المتبعة في البحث لجمع المعلومات كالاستبيانات مثلاً، هذه في التخصصات النظرية أو التخصصات مثلاً الاجتماعية، أو مثلاً الميثودز اللي أنا استخدمتها في التجارب، الماتيريالز اللي استخدمتها في المعمل، هذه تنصب كلها ضمن الميثودولوجي. اخيرا طبعا انا خلاص حددت المنهجيه، حددت الادوات، اشتغلت، سويت التجربه، اكيد بحصل على نتائج، او مثلا جمعت استبيانات فاكيد بعدين بحصل على نتائج، سواء كانت النتائج هذه جايه من تجارب او جايه من اللي هي استبيانات.
أو مثلاً ممكن انترفيو، ممكن هذا يعني أنا سويت مقابلات وقاعدة بعدين في النهاية أجمع النتائج أو ألخصها. طبعاً النتائج هذه تعطيني ملخص لأهم النتائج والإحصائيات اللي تتم الحصول عليها، طبعاً بالإنجليزي لهم تجيب مسمى research findings أو تجي باسم results النتائج أو experimental results. طبعاً مو شرط أنا أشارك في ملصق علمي في مؤتمر أو في معرض علمي لازم أكون خلاص خلصت البحث ووصلت النتائج جبارة ونتائج هائلة ونتائج تصب في المعرفة وتصب في العلم. لا مو شرط، أنا أقدر أشارك في المؤتمر أوكي مثل ما قلنا، لأن الهدف الأساسي من الملصق إنه تبادل آراء، تبادل استفادة العلمية، تبادل الخبرات، فتح مجال للنقاش. فمو شرط يكون أنا أشارك ببحثي يكون بحثي مكتمل، ممكن يكون بحثي still under working، يعني أنا لسه قاعدة أشتغل عليه وفي طور التنفيذ، فما في مشكلة أبداً أني أنا أشارك فيه بهدف، بالعكس بهدف تبادل الخبرات. ممكن أنا لأن أنا راح أقابل في المؤتمرات أو في المعارض العلمية راح أقابل مختصين ومهتمين في نفس المجال، ممكن أنا already مثلاً قاعدة أسوي تجربة أو قاعدة ممكن ما قاعدة أحصل على نتائج، ممكن نتيجة التشاور ونتيجة تبادل النقاش ينفتح لي أبواب، ممكن يعرضون علي اللي هي ممكن ideas أفكار، يقترحون علي بدائل، ممكن يفتحون ذهني الأشياء أنا ما كنت. وهذا الهدف أساساً من الملصق العلمي، أن نفتح مجال للنقاش وللحوار لتبادل الآراء وتبادل الخبرات. أو ممكن أنا still under working، أنا قاعدة أشتغل عليه أوكي بس مو قادرة أكمل لأن ما في تمويل، ما عندي دعم، مو قادرة أكمل هذا البحث لأن ما في support، ما في financial support، ما عندي دعم، أحتاج دعم. عشان كذا أنا أقدم أو أعطي موجز للي قاعدة أشتغل عليه، ممكن ألقى مهتمين يدعمون بحثي هذا ويمولوني عشان أقدر أكمل هذا البحث. طبعاً في حال المشاركة في بحث لا زال طور التنفيذ، ممكن نستبدل experimental results اللي هو future works. يعني مثلاً أنا أحط future works وأحط نقطة نقطتين ثلاث، أنا والله أنا هذا اللي وصلت له، ممكن مستقبلاً راح أشتغل على كذا كذا كذا، أو هذه المشاكل اللي وصلت لها توقفت عند كذا لأني أنا أواجه مشكلة كذا كذا، وأنا فاتحة مجال للنقاش وهذا الملصق العلمي علشان نتبادل الأفكار كيف أقدر أحل كذا أو كيف أتفادى هذه أو كيف أقدر أكمل على هذا البحث. طبعاً من العناصر الأساسية أيضاً المناقشة، أنا لما أحط الريزولتس خاصة لما تكون عندي ريزولتس أكيد راح أفرد جزئية خاصة للمناقشة، أناقش هذه الريزولتس أو اللي نسميها analysis data اللي هي تحليل للنتائج هذه. بعضهم يستعيضون عن المناقشة بالخاتمة، طبعاً هي المناقشة شيء والخاتمة شيء ثاني. طبعاً المناقشة ممكن تجي ضمن اللي هي الريزلتس، في بعضهم يحطون الريزلتس and discussion يدمجونها مع بعض، والخاتمة تكون مستقلة بحد ذاتها. الخاتمة تجي بمسمى طبعاً تلخص لي ما تم التوصل له حتى الآن so far، اللي هي conclusion تجي بمسمى conclusion summary. طبعاً المناقشة مثل ما قلنا ممكن تجي مع اللي بالنتائج results تجي بمسمى discussion. طبعاً هذه الأشياء اللي هو الميثودولوجي، الماتيريالز، الريزولتس، الديسكشن، هذه في حال لو كانت في تجربة أنا قاعدة أشتغل عليها. طبعاً في حال لو كنت أنا لا أستخدم الملصق العلمي مثل أنا معطى بعض طالباتي في أحد الكورسات اللي هو كريكويرمنت فور اللي هو إنتروداكشن تو فيزيكس أند إنرجي إنهم يسوون تلخيص أوكي. طبعاً في هذا الملخص أكيد ما راح تكون في لا نتائج ولا مناقشة ولا، بس أكيد راح تكون في introduction، راح تكون في conclusion،
واللي هي طبعا اكيد الفوتر والهيدر والريفرنسنج اكيد راح تكون متضمنه. اللي بتكون فيها ريزلتس ميثودولوجي ماتيريالز ديسكشن، هذه في حال لو كان عندي تجربه انا اشتغل عليها او استبيانات او مثلا انترفيوز وبعدين احلل اجمع نتائجها واحللها. طبعا المراجع هذه مهمه في حال لو كنت انا اوريدي في تجربه قاعده اعرضها في هذا البوستر ولا لا ما في تجربه. الريفرنسز از فيري امبورتنت، يعني مره مهمه، يعتبر عنصر اساسي في الملصق العلمي. طبعا احط اهم 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 المراجع انا طبعا، خاصه لما يكون طلاب الدراسات العليا اكيد طبعا تطرقوا لمراجع كثيرة ولجأوا لمراجع كثيرة، بس أكيد ما راح أحطها كلها، راح أختار the most important references اللي تخدم البوستر اللي أو المعلومات اللي حطيتها في البوستر. غالبا ما تتعدى 3 أو 4 مراجع كحد أقصى. طبعا نجي لهذه مثل ما قلنا ما تعتبر من العناصر الأساسية، ولكن لا بأس إذا تم، إذا كان في اللي هو space مثلا في البوستر إن تتضمن اللي هي الأكنولجمنت اللي هي الشكر والتقدير والعرفان. طبعا الشكر والتقدير والعرفان في هذا الجزء يمكن كتابة شكر أو عرفان الأشخاص اللي ساهموا في دعم البحث، يعني ممكن يكونون أشخاص، ممكن تكون مثلاً ديبارتمنت، ممكن تكون جهة، يعني أي شخص ساعد الأوثرز، ساعد المؤلفين أو ساعد الباحث إنه يعني أو ساعده في البحث، هذا ممكن نوجه له acknowledgement. طبعاً ممكن نستعيض عن الكتابة إن تكتب كتكست، أوكي ممكن نستعيض منها نحط لوجو. مثلاً أنا ممكن أكتب acknowledgement مثلاً I would like to thank فلان مثلاً من القسم الفلاني. مثلاً أنا ممكن أكون مثلاً أنا من قسم الفيزياء مثلاً تلقيت مساعدة من عضو هيئة التدريس مثلاً من قسم الحاسب، فأكتب مثلاً بالاسم I would like to thank اللي هو فلان الفلاني بالاسم، أوكي. أو لا ممكن أشكر اللي هو الديبارتمنت يعني بصفة عامة، يعني كل أنا تلقيت دعم من القسم كله، يعني نفس الشيء أني أقدم شكري لمثلاً قسم الفيزياء مثلاً بما قدموا لنا مثلاً من تسهيلات ومساعدات، إنهم سهلوا لنا أن نحن ندخل معاملهم، إنهم سهلوا لنا مثلاً نحن نزور مكتبتهم مثلاً وهكذا. أو ممكن يكون لا يكون لمؤسسات أو جهة، مثلاً بالنسبة للمبتعثين ممكن يشكرون مثلاً الملحقية الثقافية، الملحقية الثقافية لأنها already لولا دعم الملحقية لما يعني مثلاً قدر له المبتعث أنه طبعاً يشارك في، لأنها طبعاً تقدم الدعم المادي والدعم المعنوي للطلاب المبتعثين. فأنا ممكن أكتب هذا الacknowledgement ك كتابة، أو ممكن أستعيض عنه مثلاً الحين أنا أبغى أشكر قسم الفيزياء، فبدل ما أقول I would like to thank physics department، أوكي ممكن أحط اللوجو فقط acknowledgement، أحط كعنوان acknowledgement شكر وتقدير، وأحط تحته اللوجو حق الـ physics department، that's enough، معناته أنا قاعدة أشكر هذه الجهة. أو ممكن أحط مثلاً اللوجو حق الملحقية الثقافية، أو مثلاً اللوجو حق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، يعني هذا يكفي. طيب هذا بالنسبة للأكنولجمنت. الروابط أو المصادر أو المعلومات الإضافية، هذا في حال أنا مثلاً كان عندي سبيس مثل ما قلنا وحابة أضيف أشياء ممكن تثري المهتمين أو القراء اللي هي for further information. أو ممكن أحياناً أكون أنا مدعمة مثلاً البوستر حقي بتجربة، مثلاً تجربة مسويتها خارجية، طبعاً مو تجربة تكون تصب في، يعني هذا بالنسبة للمقدمين ملخصات، أوكي؟ فممكن أحط مثلاً الباركود
يعني أقول ممكن for further information you can visit this or no, or take a picture or take a photo for this parkwood. طبعاً بعد ما تعرفنا على العناصر الأساسية للملصق العلمي, هذا good example of high quality scientific poster. مثل ما أنتم شايفين محقق جميع العناصر الأساسية والشروط والمعايير اللي هي اللي تحقق لي high quality of scientific poster. مثل ما أنتم شايفين محقق كل الشروط, في توازن بين الصور والtext. مكتوب اللي هي بخط واضح, مش مزدحم, مختصر, وطبعا اختيار اللي هو الصور ذات جودة عالية, العنوان مصاغ بطريقة جذابة, العنوان أكبر خط, مراعي جميع اللي هي العناصر الأساسية اللي تطرقنا لها. هذا أيضا طبعا هذا عرضي, مخطط عرضي, هذا مخطط طولي نفس الشيء محقق لي جميع العناصر الأساسية اللي استعرضناها للملصق العلمي الجيد. طبعا علشان أصمم الملصق العلمي في برامج جدا شهيرة وتستخدم لتصميم الملصقات العلمية وتسهل لي تصميم الملصق, وممكن تعطيني أفكار حتى اللي هي استخدم اللي هو templates عشان اللي هو designing for designing اللي هو البوستر. طبعا أشهرها وأسهلها والmost familiar one اللي هو معروف اللي هو مايكروسوفت PowerPoint, هذا أشهر واحد. طبعا مش أسهل واحد, لا أشهر واحد اللي أكثر شيء يستخدم. في أشياء ثانية مثل عندنا اللي هو المايكروسوفت بابليشر ممكن تكون احترافية أكثر من اللي هو المايكروسوفت باوربوينت, بس هذا الأكثر الكومون يوزد يعني اللي مستخدم شائع استخدامه. في عندنا أيضا برنامج الأدوبي إن ديزاين, في برنامج الليتكس. طبعا برنامج الليتكس هذا احترافي أكثر, بس يبغى له طبعا يكون يستخدم programming, يعني تستخدم أكواد لتصميمه, فممكن يعني يحتاج لنوعا ما دورات تدريبية لاستخدام الليتكس. طيب نجي لما نحن تعرفنا على العناصر الأساسية لأي ملصق علمي, نيجي نشوف أبرز الأخطاء الشائعة أثناء تصميم الملصق العلمي. طبعاً أبرز الأخطاء الشائعة بتكون أكيد ما حققنا العناصر الأساسية للملصق العلمي, اللي هي عدم التأكد من مقاس الملصق المطلوب بشكل صحيح وتصميمه بمقاس خاطئ. طبعاً أنا إذا ما تأكدت من مقاس الملصق المطلوب بشكل صحيح من موقع المؤتمر أو المعرض العلمي اللي راح أشارك فيه, أوكي, ومثلاً أنا صممته مثلاً A0, أروح أطبعه مثلاً كA3, بالنهاية بيعطيني وشو؟ هذا بيأثر لي على جودة ووضوح المحتوى بعد الطباعة. فمهم أتأكد أنا إيش اللي قاعدة أشتغل عليه لما أنا قاعدة أستخدم البرامج هذه, أوكي؟ فمن البداية أختار اللي هو حجم الملصق العلمي, علشان إذا جيت أطبع راح أقول حق اللي بيطبع لي أو أختار الطباعة اللي تتناسب مع اللي أنا اشتغلت عليه من البداية عند حين استخدام البرنامج إعداد الملصق, علشان ما يأثر لي بعدين على جودة ووضوح الطباعة, لأن لما أجي بطبع أكيد راح يكلفني هذا. فما أجي إذا طبعته أوه طلع عندي الوضوح غير جيد وأكيد ما راح أقدر أقدمه في مؤتمر بيجوني من مختلف اللي هي المؤسسات ومن مختلف الجامعات علشان يشاهدون ملصق مطبوع بهذه الكيفية. الأمر الآخر برز الأخطاء اللي هو استخدام أكثر من نوع خط في المحتوى. مهم إن أنا المحتوى خلاص أحدد وأوحد نوع الخطوط, استخدمت خط المحتوى اللي هو هذا الخط مثلاً اللي هو التايمز, خلاص أوحده في جميع الخطوط.
في المواضيع الفرعية مثلا استخدمت خط مثلا إيتاليكس خلاص أوحده في جميع اللي هو العناوين الفرعية، ما أجي مثلا الانترودكشن كعنوان أكتبها مثلا بنوع خط والكونكلوجن أكتبها بنوع خط ثاني، لا لازم مهم توحيد نوع الخط. أيضا من الأخطاء عدم توحيد نوع الخط مثل ما قلنا، وعدم توحيد اللون المستخدم في العناوين الفرعية، علما ان حجمها يكون طبعا اكيد العنوان الفرعي يكون مفروض انه يكون حجمها اكبر من حجم المحتوى. طبعا غير مهم اني انا ارقمها، مثلا ما اكتب اولا introduction، ثانيا conclusion، ثالثا مثلا results، لا مش مهم، بس اهم شيء انها تكون بحجم خط نوعا ما اكبر من خط اللي هي المحتوى اللي يندرج تحتها. ايضا من الاخطاء اللي هي ترك مسافات كبيره وواضحه بين الفقرات، واللي انا ممكن استغل هذه المسافات في اثراء المحتوى، يعني عندي مسافات فاضيه يعني انا ممكن اضيف عليها يعني في اثراء هذا المحتوى اللي انا بقدمه في الملصق العلمي. ايضا ترك مسافات كبيره وواضحه بين السطور، يعني مهم انه يكون يعني اوازن، انه ما يكون مزدحم والمسافات جدا متراصه بحيث انه يسبب زغلله يعني حق اللي بيقرا هذا الملصق، ولا تكون مسافات كبيره بحيث انه يعني وكاني فقط ابغى اني بس اني كيف املي المسافات هذه حقت يعني كانه ما عندي شيء اكتبه، فأكبر المسافات اللي بين السطور علشان فقط كأني مسافة وأبقى أعبيها. أيضا من الأخطاء احتواء الملصق على صور كثيرة جدا، مثل ما قلنا مهم التوازن بين النصوص والصور. من الأخطاء اختيار خط صغير جدا للمحتوى مما يجعل قراءة الملصق صعبة. أيضا عدم الموازنة بين الصور والمحتوى المكتوب، ترك التحضيرات اللازمة للطباعة لآخر دقيقة، فيعني ما عندي مجال، ممكن يطلع لي مثل ما قلنا الجودة الطباعة غير جيدة، فما عندي وقت لأني أنا تركتها لآخر شيء، ممكن قبل ليلة عرض الملصق بكرة وأنا طبعته في ليلة عرض الملصق، ما عندي مثلا وقت، فمهم أني أنا أترك وقت كافي للتحضير لطباعة الملصق. عدم التحضير المبكر، هذا بالنسبة للعرض طبعا، عدم التحضير المبكر والتدريب بشكل مناسب لإلقاء الملصق أمام الجمهور، خصوصا لمن ليس لديهم تجربة سابقة، يعني مع أن حتى اللي لديهم تجربة واللي مثلا أعضاء هيئة التدريس واللي سنوات وهم يقدمون ملصق ويقدمون توك ويقدمون أورال برزنتيشن، مهم طبعا أكيد التحضير المبكر والتدريب للإلقاء قبل ما نواجه الجمهور. وضع العنوان الرئيسي تحت أسماء الباحثين، يعني أكتب الأسماء قبل وبعدين أكتب العنوان، هذه طبعاً من أبرز الأخطاء. وضع عدد كبير جداً من المراجع، مثل ما قلنا هذا خطأ فادح وخطأ كبير جداً. اختيار لون خلفية غامق مما يجعل الخط غير مقروء ومزعج للعين. إدراج صور أو رسوم بيانية بحجم صغير جداً بحيث إن ما حد يعني غير مقروء أو ما نقدر نستنبط منها شيء، أو تكون بجودة سيئة جدا. وأخيرا الخلط بين الملصق العلمي والإنفوغرافيك، يعني أصمم ملصق علمي يكون يميل أنه يكون إنفوغرافيك، يعني مش ما في ولا عنصر من العناصر اللي يفترض أن يكون عليها الملصق العلمي. طيب الآن أعدينا ملصق وبجودة عالية وحققنا العناصر الأساسية للملصق العلمي، الآن أساليب عرض الملصق العلمي. مثل ما قلنا قد تكون الملصق قد يعد أو يعرض بشكل يكون الملصق حائطي، يعني أنا أحتاج أني أنا أروح وأطبع هذا الملصق وأتواجد في المؤتمر والملصق معي، بحيث أنه طبعاً لما أتوجه للمؤتمر بيقولون لي طبعاً هذه قاعة عرض الملصقات وأحطها في المكان اللي مخصص لي، فتسمى هذه ملصقات حائطية poster board. أو طبعاً في المؤتمرات اللي بعض المؤتمرات المتقدمة ممكن تستخدم الملصقات الإلكترونية اللي هي A poster اللي ممكن تعرض بشاشات
اللي هي تفاعلية كبيرة. طبعا في هذه في 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 هذه الحالة طبعا أكيد لما أنا أشارك في مؤتمر من هذا النوع أكيد ما أحتاج إن أنا أعد للطباعات هذا المنصب، فكل اللي أحتاجه إني أرسل قبل بوقت للمؤتمر للملصق العلمي as a PDF علشان يكون عندهم نسخة منا ويعرضونه في شاشاتهم اللي راح تعرض as a e-poster. طبعا الآن بعد ما أخذنا اللي هو أساليب أو سوري العناصر الأساسية للملصق العلمي وأبرز الأخطاء الشائعة وأساليب عرض الملصق، نقدر ناخذ نشاط أوكي شوي نحرككم فيه تتفاعلون معنا. هذا النشاط راح نستعرض فيه أمثلة على بوسترات، وأنتم أبغاكم في اللي هو الشات تقولون لي يعني اعتبروا نفسكم لجنة تحكيم واحكموا على هذا البوستر. إيش الأخطاء؟ طيب هل يصنف هذا as a good scientific poster ولا bad scientific poster؟ وليه؟ نشوف أفتح الشات دقيقة. أوكي اللي هي طبعاً ما في صور، كله كلام مضغوط، يفتقر للصور، حشو، ألوانها تألم العين، مو لهالدرجة، مش تألم العين يعني، بالعكس ألوانها مريحة، بس هو اختيار كألوان كويسة يعني، بس مثل ما قلنا دش 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 وممل، ممل جداً يعني، وراصين الكلام وما في مسافة بين يعني، جداً متراصة السطور، الخط صغير، ما في توازن، ما في إيميل ممتاز يعني، كاتب اسمه وبس يعني، وكأنه أنا معروف مشهور خلاص الكل يعرفني أو ما يبقى أحد يتواصل معه. alright غير شيق فعلا يعني، مهم البوستر يكون جذاب يعني، أول لمحة جذبني ولا ما جذبني، شيق ولا مش شيق، ما في صور، غير إبداعي، ممتاز. أوكي طيب ننتقل اللي بعده، يعني معناتها أنتم الآن فهمتم العناصر الأساسية وكيفية إعداد ملصق، نشوف اللي بعده. أنا خلي أوريكم إياه، أكبر لهذا بعدين أشوف. أيوة يلا، إيش رأيكم كلجنة تحكيم؟ How can you judge this poster؟ أنواع خط مختلفة، ممتاز، الألوان غامقة، هذه بتألم العين صدق يعني، تعتم العين، مزعج، غير رسمي، ممتاز، ليش غير رسمي؟ شوف حاطين لي هذا، ما أدري وش هذا، ما أدري رات، ما أدري يعني، شمس، أشياء يعني أوكي مبالغ فيه، في ستيكرز أوكي، ألوان غير موحدة، إي فعلا يعني أوكي، إحنا طب تبع جهات رسمية يعني، الخط صغير، ما في صور داعمة بالضبط. لاحظوا هنا العنوان، شفتوا كيف العنوان مبعثر، العنوان غير واضح ومميل يعني، يلا تعالي ميلي راسك عشان تقرين العنوان. أوكي what else؟ طبعا في فراغات حسب ما انتم شايفين يعني، كأنه لاعب في الباراجرافات علشان بس يحشي، عنده مساحة فاضية يبغى يحشيها. أوكي أوكي ممتاز يعني، you are doing well، بس خلنا نشوف اللي بعده، علق سوري. أوكي شوف اللي بعده. طيب هذا خلنا نشوف يلا آراءكم تحكيمكم نفس الشيء. طبعا أنا اللي هالمرة اخترت صورة غير جودة عالية، مع أنها كانت مساعدة جودة بس ما أدري ليه. المهم ما في صور، في صور، في رسوم بيانية، هي رسوم بيانية مثل ما قلنا، أو صور أو جداول، يفتقر للوضوح هذه أوكي غير جذاب. أوكي في حشو كثير، طبعا ما في مثل ما قلتوا توازن، ايوه
الخط صغير جدا، بعد الجهة التابعين لها غير موجودة، فعلا أسماء ما في أدرس، مو كاتبين their emails، كثير معلومات، فعلا في حشو كثير يعني مزدحم. مثل ما أنتم شايفين هنا آخر باراجراف هذا نمنم، ما لا يقرأ، الخط غير مقروء، غير منسق، يفتقر الوضوح، غير جذاب للقراء، المراجع كثيرة، ممتاز. طيب شوف اللي بعده، هذا أوكي. Judge this as a scientific poster. شرايكم؟ ممتاز، هذا انفوغرافيك مش بوستر. طبعا مثل ما قلنا، شنو تعريف الانفوغرافيك؟ انه يلخ ايش قلنا، يلخص لي اللي هو معلومات او بشكل موجز ومحبب للقارئ. هنا شنو الفكره اللي يبغى يلخصها؟ how to save money، طريقه ترشيد استخدام الفلوس. طبعا هذا انفوغرافيك مش بوستر، ممتاز، يعني معناته ركزين معي. طيب هذا مدحوه، صادقة، إيه بالضبط، يعني هو جميل، وطبعاً نفس الشيء يعتبر إنفوغرافيك رائع، طبعاً مصمم بشكل جيد، نشكر أستاذة زينب أنها صممتها، بس هذا أبداً مش بوستر علمي، طبعاً هذا بوستر دعائي عشان يسوي إعلان للورشة، هذه الأساسيات كتابة المنصف العلمي. أي نعم، مصمم بطريقة جيدة وجميل وجذاب، وحضرتوا كلكم وتحمستوا وتشجعتوا، ولكنه غير، فعلاً هو حلو، مصمم بشكل جذاب، فعلاً جذبك للحضور، يجذب الجميع صراحة، تشكر أستاذة زينب، ولكنها غير ملصق علمي. طبعاً أشكر تفاعلكم في هذا النشاط. الآن ممكن نرجع نكمل محاور الورشة. طبعاً نجي الآن، خلاص أعدينا وصممنا الملصق العلمي، نجي الحين نصائح لتقديم هذا الملصق العلمي. إحنا جاي يوم المؤتمر، وقبل نعطيكم نصائح قبل ما تقدمون أو تقفون إلى جانب your poster علشان تعرضونه، ففي نصائح قبل تقديم الملصق وأثناء تقديم الملصق العلمي. طبعاً أهم النصائح قبل تقديم الملصق، التحضير المسبق قبل بيوم، قبل يوم العرض، مو قبل بيوم، لا قبل يوم العرض بوقت كافي، مثل ما قلنا، خصوصاً اللي ما لديهم تجربة سابقة، مهم إنهم يتدربون مرة ومرتين وثلاث. طبعاً يتدربون على التقديم والشرح أمام بعض الزملاء، علشان أنا لما أقدم يعني هذا أول شيء يكسر الرهبة، يعني يسوي لي تريننج إن أنا أوقف قدام يعني أودينس حضور. وليش زملاء؟ علشان يقيموني، يقيمون أول شيء يقيمون الكونتنت حق هذا الملصق، ويقدمون مستواي في طريقتي، في هل هي واضحة، هل يعني أنا قاعدة أقدم بوضوح ولا قاعدة أقول طلاسم ما حد جاي يفهم أنا إيش قاعدة أقول، أوكي. وأهمية تقديم للزملاء ليه؟ عشان يضبطون لي الوقت. عادة اللي يقدم الملصق المؤتمر يعطونا وقت عشان يقدم لك، 5 دقائق فقط، يلا قدم لي يور بوستر، فعشان يساعدوني إني أنا أضبط الوقت، أوكي. طبعا في حال كان التقديم باللغة الإنجليزية، يفضل التدريب أمام أحد الزملاء اللي ما يتكلمون باللغة الإنجليزية، علشان يعني نفس الشيء، هل أنا قاعد أطلع مخارج الحروف البرونونسيك لهذا مفهوم ولا لا، الجمل اللي قاعد أستخدمها واضحة وسهلة التعبير، ولا قاعد أستخدم جمل معقدة ما توصل فكرة، يعني صعب توصل أني أوصل الفكرة للجمهور. ممكن يساعدني هذا الزميل اللي لا يتكلم اللغة العربية أنه يعني يساعدني أني أنا يقول لا والله لا تستخدم هذه اللغة المعقدة، استخدم لغة أسهل أبسط، كلهم إنجليزي بس في لغة سهلة
ميسرة محببة للآخرين، وفي لغة تكون معقدة نوعا ما. أيضا من النصائح قبل التقديم معرفة مكان وموعد عرض ملصقك أكيد، حتى لا تصل متأخراً وتوصل بأهب الاستعداد، ريلاكس ريدي إنه ما تكون متوتر. أوكي، أيضا من المهم قبل البدء تقديم الملصق التنبؤ والتفكير بالأسئلة اللي ممكن يطرحها علي الجمهور وكيف أجيب عليها. أوكي، صحيح أنت اللي أعديت هذا البوستر، وأنت ممكن تكون اللي أعديت هذا البحث، وأنت اللي اشتغلت عليه، بس أنا ليه مهم أني أتنبأ للأسئلة اللي ممكن يطرحها علي الجمهور وأحضر لها إجابات، عشان ما أقعد أمسك والله أمسك الشخص اللي سألني وأقعد أقول له كل التجارب اللي أنا سويتها، مو فاضي، ويمكن يندم أنه سألني هذا السؤال. أعطيه إجابة مختصرة مفيدة، يعني تجاوب على السؤال اللي طرحه، من غير لا أطول عليه ومن غير ما أدخله في تعقيدات. أيضا قبل تقديم الملصق طباعة بعض النسخ من ملصقك بحجم ورقة A4. ليش؟ لأن أحيانا بعض الأخطاء ما تطلع مهما راجع في ملصقي، ومهما يعني أعيد وزيد فيه، بعض الأخطاء ما تبين إلا إذا طبعتها تكتشف. هذا يساعدني إن أنا إذا طبعت بعض الملصقات بحجم A4، هذه الأحجام الصغيرة، أوكي، تساعدني إن أنا أراجع مثلاً الأخطاء اللغوية، بعض مثلاً اللي ممكن يكون حجم خط أكبر من خط أو سطر أكبر من سطر، ممكن أخلي بعض الزملاء يعطوني آرائهم عن الملصق ومدى وضوح المحتوى. أيضاً طباعة النسخ الصغيرة يجعل الأخطاء مثل ما قلنا تظهر بشكل أوضح، ويمكن تداركها قبل ما أطبعه بالطباعة اللي هي الكبيرة اللي بعدين خلاص راح أحطها في اللي هو أزا اللي هو البوستر بورد اللي الحائطية. أوكي، وأخيرا قبل تقديم الملصق من المهم إن إحنا نفكر بإيجابية، يعني نكون سلبيين ونرتعب ولا والله ممكن أنا يعني أقابل مختصين في هذا المجال يكون طبعا بروفيسورات ويعني يحبطوني في زاوية ويسألوني أسئلة، ما لا، دائما فكر بإيجابية، وأنك كباحث قادر على مواجهة الجمهور والتحدث بكل ثقة عن بحثك، لأن في النهاية ما أحد يعرف في مجالك قدك أنت، هذا بحثك وأنت اللي اشتغلت عليه، وما حد يعرف خفايا ويعرف تفاصيله قدك أنت كباحث، فخلك يعني confident وفكر بإيجابية. طبعاً مثل ما قلنا في حال كنت تعرض ملصقك بشكل إلكتروني أرسل للجهة المعنية قبل بوقت بصيغة PDF، في حال هذا لو كان يعرض كإيبوستر، أما في حال لو لا كبوستر بورد يعرض كحائطي لا، يعني مهم إن إحنا نطبعه ونأخذه معنا المؤتمر أو المعرض. طبعاً الآن نصائح أثناء تقديم الملصق، طبعا اكيد التوكل على الله والثقه بالنفس وبقدراتك مثل ما قلنا، وانك انت صاحب البحث ولا احد يفهمه افضل منك، استقبال الجمهور بابتسامه اكيد والترحيب فيهم مع ذكر نبذه مختصره جدا عن نفسك قبل ما تبدا تتكلم عن your research or your study. ابدا الحديث عن بحثك مثل ما قلنا بشكل متسلسل كما هو في الملصق، يعني مثل ما اتكلم عن introduction وبعدين اروح عن conclusion وبعدين كذا اشتت اللي المستمعين، لا بشكل متسلسل مثل ما هو معروض في الملصق اتكلم عنه. اعتبر ان ما تحكيه لهم هو قصه، مثل ما قلنا تذكرون لما قلنا اذا جيت اعد الملصق اني افكر في الملصق قبل ما ابدا اصممه كفكره او ك وسيلة لجذب أو كوسيلة لبدء حوار مع الجمهور، فنفس الشيء تدرج بالحديث، يعني كيف بدأت الفكرة، كيف صادفت المشكلة، شلون قاعد كيف حلينا هذه المشكلة، إيش الخطوات اللي اتبعتها، نتائج، يعني كأنها قصة متسلسلة. اختم بتلخيص مناسب واذكر خطتك المستقبلية أكيد. طبعا أثناء وجودك في المكان فكر كيف تلفت انتباه الجمهور، لأن مثل ما قلنا البوستر يكون موجود في معرض، يعني هذا المعرض موجود فيه مئات البوسترات، وفعلا معرض يعني في زوار في مختصين مهتمين يتفرجون،
فقدامهم مئات من البوسترات، فممكن يعني الزائرين كل واحد عارف الفيلد حقه ممكن يتوجه لهذا. أحياناً تكون أوكي ماي فيلد في كثير من البوسترات ما يمديني أغطيها كلها، هنا يجي دورك إنك أنت تلفت انتباه الجمهور وتخليهم يتوجهون اليور بوستر بالتحديد. فالمبادرة أمر جيد جداً، حيث إنه يمكنك دعوتهم يعني تفضلوا this is my poster, this is my research, this is my ممكن study. طبعاً invite them to listen to you and to have an idea of your research. طبعاً أكيد بأسلوب لطيف جذاب. طبعاً نفس الشيء أثناء تقديم الملصق، حتى لو كان your poster في صور في رسوم بيانية، طبعاً مثل ما قلنا هذه محببة للقارئ وتوصل الفكرة بشكل محبب وسهل للجمهور، ما يمنع وما يضر إنه لا يزال الباحث ملزم إنه يوضح ويشرح هذه الصور وهذه الجداول وهذه الرسوم، مو فقط خلاص هذه موجودة يعني سهلة واضحة شتبون تقدرون تفهمونها، لا ملزم الباحث إنه يشرحها وإيش الغرض منها وليش وضعت هذه الصورة بالتحديد. طبعاً أيضاً انتبه من الوقوف أمام الملصق بشكل لا إرادي، يعني أوقف قدام الملصق وأحجب الرؤية عن الجمهور، وإنما أقف بشكل على اليسار إذا كان باللغة الإنجليزية أو إلى اليمين إذا كان الملصق مكتوب باللغة العربية. طبعاً من المهم التذكر أنك أحد المعايير المهمة للتقييم، تذكرون لما قلنا اللي هي معايير تقييم جودة هذه من ضمنها اللي هو الديسبلاي حق اللي هو العرض حق البوستر والكونتنت كمحتوى علمي، ومن ضمنهم اللي أيضاً اللي هو الشخص، يعني فما يكفي أن أنا أصمم أو أعد بوستر جيد وما أحضر اللي هي أني أنا أوقف وأقدم بوستر للجمهور، فممكن يكون الأبستراكت اللي قدمته للمؤتمر جيد والبوستر أنا أعديته وصممتها بشكل جيد بس أنا ما حضرت بشكل جيد أني أنا أقدمه للجمهور. فتذكر أن أنت أحد المعايير المهمة للتقييم كشخصية كبرسوناليتي كثقة بالنفس كوضوح في التعبير، فلا يكفي تصميمك الملصق بشكل جيد دون الحديث عن بحثك، مش بشكل جيد بس ولكن بشكل مميز. فالآن نرجع لمعايير تحكيم جودة الملصق العلمي، نرجع نتذكرها اللي هي فكرة أو موضوع البحث مثل ما قلنا لازم تكون في تخصص هل يدعم كثيراً اللي هو الجهة اللي أنت متوجه لها أو اللي مشارك فيها ولا لا، أو هل تجذب الفئة اللي أنا راح مثل ما قلنا الفئة المستهدفة يعني تهمهم هذه الفكرة ولا ما تهمهم. أيضاً تصميم الملصق وتنسيقه أحد معايير تحكيم جودة الملصق العلمي مثل ما قلنا، مهم أنه يصمم بشكل جيد ويعرض محتوى واضح ويوصل الفكرة للجمهور بشكل جيد. فالتصميم السيء مثل ما قلنا والألوان الغير متناسقة مثل ما شفتوا ستؤثر سلباً على الجمهور والمحكمين وتشتت الانتباه وتخلي يعني كأن مشاركتي في هذا المؤتمر بدل ما تجيب ثمارها وتفيدني بالعكس يعني ضرت البحث وضرت المعد للبحث. طبعاً مثل ما قلنا معايير تحكيم جودة الملصق العلمي الباحث نفسه وأدائه وطريقة عرضه لفكرته، فالباحث مهم أنه يبذل أفضل ما عنده ويستخدم أفضل مهارات التواصل ولغة الجسد علشان يتواصل مع الجمهور اللي قدامه. طبعاً مهم أن احنا نأخذ بعين الاعتبار أن هذه العوامل كلها متكاملة، مثل ما قلنا كفكرة كتصميم الباحث نفسه وأدائه وعرضه لفكرته كلها مهمة ويأخذها المحكمين بعين الاعتبار، يعني فما خلاص أميل أن أنا والله قدمت موضوعي قوي
وموضوعي يصب في المعرفة ومهم ويخدم البشرية، وأنا قاعدة أقدم فكرة جديدة، وأنا ما عديت ملصق معين ولا حضرت كويس، لا كل هذه مهمة وكلها يأخذها المحكمين بعين الاعتبار في تحكيم جودة أي ملصق علمي. طبعاً شكراً لاستماعكم، وأرجو أن تكون نحن قدمنا ورشة مفيدة ووفقنا في تقديم مادة قيمة استفدتوا منها وتعلمتوا منها مهارة تنفعكم في إعداد ملصقكم العلمي، سواء كان كريكوايرمنت في أحد الكورسات اللي تدرسونها، أو إن شاء الله يعني يكون طموحكم أنكم تقدمونه في أكبر، يعني تقدمونه في مؤتمر أو في معرض علمي. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا